أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف بفضل الله تعالى القراءة في كتاب الفتوحات المكية لسيدي الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونحن الآن نتابع القراءة في الباب الثاني والسبعين في الحج وأسراره، وذلك بعد أن قرأنا مقدمة هذا الباب الطويل، وقرأنا القصيدة الافتتاحية، ونحن الآن في الحديث عن وجوب الحج وشروطه، والله الموفق لا رب غيره. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فنبدا وبالله التوفيق فصل في وجوبه في وجوب الحج وشروطه لا خلاف في وجوبه بين علماء الاسلام قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فوجب على كل مستطيع من الناس عامه صغير وكبير ذكر وانثى حر وعبد مسلم فلا يقع بالفعل الا بشروط له معينه فان الايمان والاسلام واجب على كل انسان والاحكام كلها الواجبه واجبه على كل انسان ولكن يتوقف قبوله فعلها من الانسان على وجود الاسلام منه يعني الايه قال الله تعالى ولله على الناس لم يقل على المسلمين لكن الاسلام هو اصلا واجب على الناس فلا يقبل الحج الا بشرط الاسلام وان كان واجبا على الجميع لكنه لا يقبل الا بشرط الاسلام فان الايمان والاسلام واجب على كل انسان والاحكام كلها الواجبه واجبه ايضا على كل انسان ولكن يتوقف قبوله فعلها من الانسان على وجود الاسلام منه فلا يقبل تلبسه بشيء منها الا بشرط وجود الاسلام عنده فان لم يكن يؤمن اخذ بالواجبين جميعا يوم القيامه وجوب الشرط المصحح لقبول هذه العبادات وهو الاسلام ووجوب المشروط التي هي هذه العبادات وقرئ بكسر الحاء وهو الاسم الحج وقرئ كذلك بفتحها الحج وهو المصدر فمن قرأ بالفتح وجب عليه أن يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن يفعلها والتي سيأتي ذكرها وهي مناسك الحج وقد ذكر الشيخ محي الدين في أول هذا الباب أن معنى الحج هو تكرار القصد فمن قرأ الحج بالفتح وجب عليه أن يقصد البيت لأداء المناسك وهذا هو العام وأما من قرأ بالكسر وأراد الاسم فمعناه أن يراعي قصد البيت، فيقصد ما يقصده البيت، وبينهما بون بعيد، بين المعنيين؛ فإن العبد بالفتح يقصد البيت، وبالكسر يقصد قصد البيت، فيقوم في الكسر مقام البيت. ويقوم بالفتح مقام خادم البيت فيكون حال العبد في حجه بحسب ما يقيمه الحق فيه من الشهود والله المرشد والهادي لا رب غيره يعني بالفتح يقصد ان يذهب للحج لأداء المناسك، وأما بالكسر فيقصد أن يكون قلبه هو بيت الله، فيكون هو البيت، فيقوم مقام البيت، أما بالفتح فيذهب أو يقصد البيت ويكون خادم البيت بأن يقوم بهذه المناسك المأمور بها. ولما كان قصد البيت قصدا حاليا لأنه يطلب بصورته الساكنة لله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها يعني معنى الآية ولله على الناس حج البيت أن يكون أو أن يجعلوا قلوبهم كالبيت ليكون الحق ساكنًا في في قلب عبده المؤمن لأنه يطلب بصورته الساكن فلله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها كما قال في الحديث: اطلبوني في قلوب العارفين بي. فهذا معنى الكنز الذي في القلب او الذي في البيت كما بينه الشيخ محي الدين في مقدمة هذا الباب. وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر الله ان القلب يصلح له تعالى بها. كما قال: ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي. ومن قرأ بالفتح وجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه فيعمل بحسب ما يرى. آه بحسب ما يرى من القلب يصلح له تعالى بحسب ما يرى منه في قلبه من الآثار الإلهية. وهذا حال غير ذلك الحال. فبالكسر يقصد الله وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه. فبالكسر يكون قلبه هو البيت ويقصد الله في قلبه وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه والله الموفق لا رب غيره فصل في شروط صحته في شروط صحه الحج لا خلاف ان من شرط صحته الاسلام اذ لا يصح ممن ليس بمسلم والاسلام هو الانقياد الى ما دعاك الحق اليه ظاهرا وباطنا على الصفه التي دعاك ان تكون عليها عند الاجابه فان جئت بغير تلك الصفه التي قال لك تجيء بها فما اجبت دعاء الاسم الالهي الذي دعاك ولا انقدت اليه وهنا علم دقيق وهو هل الدعوه كانت من الله على المجموع وهو عينك وعين الصفه او المقصود من هذا الدعاء عين الصفه فهل الدعاء متوجه على المجموع الذي هو العين او على الصفه فان كان المقصود من هذا الدعاء عين الصفه وانت بحكم التبع لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم بنفسه فما تكون انت المطلوب ولا بد لك من اسم يكون لك من تلك الصفه يناديك به أو تكون أنت المدعو من حيث عينك والصفة تبع لما تبع وما هي المقصودة في الدعاء لأنها لم تذكر لها عين في هذا الدعاء الخاص فمن راعى من العارفين العين لا عين الصفة لكونه تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وما قال على المسلمين ولا ذكر صفة زائدة على أعيانهم فأوجبها على الأعيان وجوبا إلهيا. فإذا أتى العبد بهذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناس إذا أتى بهذا الاسم قيل فيه إنه قد أجاب إجابة ذاتية، فيكون جزاء إجابته تجلي من دعاه ذاتا بذات، ومن اعتبر أنه ما دعاه من حيث ما هو ذات وإنما دعاه من حيث ما هو متكلم. فما اجاب هذا المدعو الا عين الصفه لا عين الذات فقيل له وكذلك المجيب المدعو ما اجاب منه الا عين صفته فان ذات المدعو من صفات من دعاه وهذه الصفه يعبر عنها بذات المدعو لان المدعو مجموع صفات ذات مجموع صفات ذاتيه له هو مجموع صفات التي هي صفات ذاته فذاته هي بمجموعها يكون انسانا وهو كونه حيوانا ناطقا فهو انسان لانه حيوان ناطق فبالمجموع يكون انسان وليس عين هذا المجموع سوى عين ذاته ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع وهو الله ولله على الناس فإن قيل لا يصح أن تكون حقيقة هذا الاسم الجامع وإنما يأتي الداعي من اسم خاص يخصه حال المدعو ويعين الاسم الخاص به كالجامع كالاسم الجامع يقول يا الله أطعمني فالله الذي دعاه يعم المطعم والمانع فيتعذر إجابة المدعو إن كان الداعي قد قصد المجموع وما قصد الداعي إلا المطعم خاصة فإن أطعمه فما أجابه إلا المطعم خاصة. يعني من يكون جائعا ويقول يا الله أطعمني فإنه يدعو المطعم والمطعم هو الذي يجيبه وكذلك قوله قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ليس المقصود بهذا الاسم عين ما يدله عليه، فان من فان مدلولاته اسماء تمنع من الاجابه واسماء تعطي الاجابه، فما دعاه من هذا الاسم الا الاسم الذي يطلب الاجابه. ولهذا يعصي من لم يجب الدعاء بقرائن الأحوال ولو كان من حيث الاسم الله لم يعصي ولا أطاع لأنه تقابلت الأمور لأنه اسم جامع ففيه الأسماء المتقابلة فإن من مدلولات هذا الاسم ما يقول له لا تجب دعاء من دعاك، فلهذا لا يتصور أن يدعو أحد الله من حيث حقيقة هذا الاسم، ولا يدعو هذا الاسم الله أحدا من حيث حقيقته، وإنما يدعي منه ويدعو هو من حيث اسم خاص يتضمنه هذا الاسم. يعني اسم الله ولله الاسماء الحسنى، والاسماء الحسنى فيها اسماء متقابلة، مثل المعطي والمانع، فلا يتصور ان يكون الدعاء من المجموع من اسم من الاسم الجامع. ذاته كما لا يتصور أن يكون الدعاء للمجموع لأن في هذا تناقض فاعلم أن الذات من الجانبين لا يصح أن تكون مطلوبة لأنها موجودة وإنما متعلق الطلب المعدوم ليوجد فما يدعى إلا المعدوم لأن الدعاء طلب والطلب عين الإرادة ولا تعلق لها إلا بمعدوم. فالإرادة لا تطلب ما هو موجود، والذات موجودة. فالدعاء والإجابة هي لإيجاد ما هو معدوم. وكذلك وقع، فإنه ما ظهر من هذا المدعو إلا الإجابة. وكانت معدومة مع كون ذات المدعو موجودة فظهرت الإجابة بعد أن لم تكن لأنها ما تسمى إجابة إلا عن دعاء داع وهذا المدعو المعدوم لا يصح وجوده من ذات المدعو وإنما يصح في ذات المدعو. إذا كان المدعو من العالم ويفتقر إلى أن يقول له الداعي كن فيكون المدعو إجابة كن فيكون. فيكون المدعو اجابه لامره لامر الداعي في ذات هذا المتوجه عليه الخطاب فما اجابته ذات المدعو فيما يظهر وانما وقعت الاجابه من الصفه التي ظهرت فيه فتخيل ان الذات التي ظهرت فيها ذات هذا المدعو هو المخاطب بالتكوين وليس الأمر كذلك. وهكذا هو الوجود الإلهي والكوني في نفس الأمر. وإن كان الظاهر يعطي غير هذا، فما في الكون إلا مسلم لغةً. فما في الكون الا مسلم لغه لانه ما ثم الا منقاد للامر الالهي لانه ما ثم من قيل له كن فابى بل يكون من غير تثبت ولا يصح الا ذلك فاذا وقع الحج ممن وقع من الناس ما وقع الا من مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام اسلمت على ما اسلفت من خير يعني ما فعل من خير قبل ان يشهد بالاسلام فهو له لانه كان على الحقيقه مسلما بالحال فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. ولم يكن مشروعا من جانب الله له ذلك. يعني لم يكن مشروعا أن يفعل الخير لأنه لم يكن مسلما في الظاهر. فلم يكن مشروعا له من جانب الله ذلك في حال الجاهلية. وقبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتبره الله سبحانه بحكم الانقياد الاصلي اي الاسلام الاصلي لانه ما ثم في الكون الا مسلم فاعتبره الله سبحانه بحكم الانقياد الاصلي الذي تعطيه حقيقه الممكن وهو الاسلام العام فمن اعتبر المجموع وحده ومن اعتبر عين الصفه وحده ومن اعتبر الذات وحده ولكل او لكل واحد شرب معلوم من علم خاص فانه يدخل فيه هذا الاسلام الخاص المعروف في العرف الحاكم في الظاهر والباطن معا فان حكم في الظاهر لا في الباطن كالمنافق الذي اسلم للتقيه حتى يعصم ظاهره في الدنيا فهذا ما فعل ما فعل من الامور الخيريه التي دعي اليها لخيريتها فما له اجر فليس له أجر الذي فعلها، وهو كافر لخيريتها، ونفعته بالخبر النبوي، فلا بد أن ينقاد الباطن والظاهر، وبالمجموع تحصل الفائدة. مكملة. لان الداعي دعاه بالاسم الجامع والمدعو دعا من الاسم الجامع لصفه جامعه وهو الحج والحج لا يكون الا بتكرار القصد فهو جمع في المعنى فما في الكون الا مسلم فوجب الحج على كل مسلم فلهذا لم يتصور فيه خلاف بين علماء الرسوم يعني الفقهاء وعلماء الحقيقة يعني علماء الباطن. فلم يتصور فيه خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الحقيقة. فاشتراط الإسلام فيه اشتراط صحيح يعم الطائفتين وإن كان علماء الرسوم لا يريدون بالإسلام إلا التلفظ بالشهادة واعتقادها بالقلب. يعني في الخلاصة، الإسلام شرط في صحة الحج. فبالاعتبار الظاهر الشرط هو أن يكون مسلما في الظاهر. وبالاعتبار الباطن فالكل مسلم على الحقيقة في الباطن. والله أعلى وأعلم فهذا هو الذي يكون شرطا في صحة الحج أن يكون مقبولا أو أي عمل كان مما يشترط فيه هذا يعني مما يشترط فيه الإسلام وهذا لا يقدح فيما يراه المحقق الذي يرى أن الإسلام عام على جميع الأعيان فان هذا الاسلام الخاص الذي يقول به الفقهاء وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هذا الاسلام المقرر عنده انما هو عن الاسلام الذي يراه المحقق فعالم الرسوم وهو الفقيه في ضمن عالم الحقائق وعالمي الحقائق اتم من عالمي الرسوم في هذه المساله وامثالها فان حج الطفل الرضيع يصح ولا تلفظ له بالاسلام كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عندما كما هو مذكور في النسخه الاخرى عندما رفعت امرأة صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج فقال لها نعم ولك أجر فالطفل الرضيع يصح حجه ولا تلفظ له بالإسلام عنده ولا بالاعتقاد ولكن له الإسلام العام الذي يثبته المحقق كما ذكرنا قبل قليل فهذا اعتبره المشرع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه طفل رضيع فقيل له ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر فنسب الحج إليه وهو غير قاصد في ظاهر الأمر فلو لم يكن لذلك الرضيع قصد بوجه ما عرفه الشارع او صاحب الكشف لما صح ان ينسب الحج اليه فانه يكون آه كذبا لو لم يكن له قصد في الحج وكذلك في زكاه الفطر كما هو أيضاً موضح على الهامش في النسخة الأخرى، فيقول: مر رجل ذو شارة حسنة وخول وحشمة، فقالت المرأة: اللهم إجعل إبني مثل هذا. فترك الرضيع الثدي. هنا كان كانت امرأة ترضع صغيراً، فمر رجل. ذو شرة حسنة وخول وحشمة، فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الرضيع الثدي ونظر إليه وقال: اللهم لا تجعلني مثله، يعني أنطقه الله بالحقائق، ومرّت عليها امرأة وهي تضرب، والناس يقولون فيها: زنت وسرقت. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الصغير الثدي ونظر إليها. نظر إلى المرأة التي ترجم، وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان ذو شارة حسنة. قال فيه أنه كان جبارا ومتكبرا. وقال في المرأة أنها كانت بريئة مما نسب إليها. يعني أنطق الله الطفل بما يراه في الحقيقة. ثم يقول الشيخ محي الدين: "واتفق لي مع بنت كانت لي ترضع ويكون عمرها دون السنة، فقلت لها يا بني فأصغت إلي" فقلت لها ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما يجب عليه فقالت يجب عليه الغسل فغشي على جدتها من نطقها هذا ما شهدته بنفسي وهكذا ايضا زكاة الفطر على الرضيع والجنين الى اخره فالطفل قد ينطقه الله لأنه يعني بالفطرة آه هو مسلم ويرى الحقائق بالفطرة. واختلفوا في حج الطفل. اختلف الفقهاء في جواز حج الطفل، فمن قائل بجوازه ومن مانع لذلك؟ والمجوز له صاحب الحق في هذه المساله شرعا وحقيقه فان الشرع جعل له الحج واثبته كما ذكر الحديث قبل قليل وما العجب الا ان الحج يثبت بالنيابه فهو بالمباشره اثبت على كل حال وسيأتي ذكر الحج بالنيابة في هذا العمل فيما بعد إن شاء الله تعالى سيذكره بعد قليل فالعجب إذن في من يجوز الحج بالنيابة ويمنع ذلك للطفل وأين الإسلام في حق الصبي الصغير الرضيع إلا بحكم التبع عند أهل الظاهر واما عندنا فهو بالاصاله والتبع فهو ثابت في الصغار بطريقين وفي الكبار بطريق واحد وهو الاصاله لا اتبع فالايمان اثبت في حق الصغير الرضيع منه في حق الكبير مولود لانه الصغير مولود على فطره الايمان وهو اقراره بالربوبيه لله تعالى وذلك عندما اشهده على نفسه حين الاخذ وذلك بقوله تعالى الست بربكم فقالوا بلى شهدنا وما طرا امر بعد ذلك يخرجه عن حكم الاقرار الاول وصحته ثم لما ولد ولد على تلك الفطره الاوليه فهو مؤمن بالاصاله ثم حكم له بايمان ابيه في امور ظاهره فقال الله سبحانه وتعالى والذين امنوا واتبعناهم ذرياتهم بايمان واتبعتهم ذريتهم بايمان يعني ايمان الفطره الحقنا بهم ذرياتهم فورثهم وصلى عليهم او صلي عليهم ان ماتوا واقيمت فيهم احكام الاسلام كلها مع كونهم لا يعقلون جمله واحده وقال أيضًا: «وما ألتناهم من عملهم من شيء» يعني أولئك الصغار. وقال: «ما أنقصناهم شيئًا من أعمالهم وأضاف العمل إليهم» يعني قولهم: «بلى! فبقي لهم على غاية التمام! بقي لهم الإيمان على غاية التمام! ما نقصهم منه شيئًا!» لانهم لم يطرا عليهم حال يخرجهم في فعل ما من افعالهم لانهم لم يكلفوا بعد فلم يطرا عليهم فعل يخرجهم في من افعالهم عن ذلك الاقرار الاول كما طرا على الكبير العاقل فنقص من عمل ذلك الكبير بقدر ما طرا عليه فأنقصه الله على قدر ما نقص فالرضيع أتم إيمانا من الكبير بلا شك فحجه أتم من حج الكبير فإن إن الصغير حج بالفطرة وباشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيها يعني مع أنه يحمل ولم يقصد الحج بنفسه لكنه مع ذلك حجه اتم واكمل مع كونه مفعولا به فيها يعني في اعمال الحج كما هو الامر عليه في نفسه فان الافعال كلها لله فمن كل وجه صح له الحج حقيقة وشرعا. والطفل مباشر بلا شك، وغير عاقل العقل المعتبر في الكبير بلا شك، وغير متلفظ بالإسلام ولا معتقد له ولا عالم به بلا شك. ويزيد الاعتقاد والعلم المعروف عند أهل الرسوم في العرف يعني عند الفقهاء يزيد كل ذلك غير موجود في الصبي الرضيع وقد باشر العمل عمل الحج وهو معمول به يعني محمول وأضاف الشارع الحج إليه والصبي مستطيع في هذه الحالة لأنه محمول فهو مستطيع بالاستعداد الذي هو عليه ان يكون معمولا به اعمال الحج كلها فهو محل للعمل لانه وقف به في عرفه فوقف كما يقف الراكب بدابته وينسب الوقوف اليه ويطوف على راحلته ويسعى بين الصفا والمروة والراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف فكل ذلك ينسب إليه بحكم المباشرة وأنه يباشر أفعال الحج بنفسه فكذلك الصغير الرضيع يطاف به ويسعى أو يسعى ويوقف فهو مباشر لافعال الحج كلها ويستطيع بالوجه الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يفعل به كما استعد الكبير الراكب لقبول ما, يف... ما تفعل به راحلته من سكون وحركه وينسب العمل اليه لا الى الراحله جريا على حكم الاصل الالهي حيث تنسب الافعال الى العباد والافعال حقيقة هي لله وانما هم محال لظهورها على حكم الاصل فالحقيقة هي ان الكل محمولون والله اعلى واعلم فصل في شروط الاستطاعة، فمن قائل الزاد والراحلة، ومن قائل من استطاع المشي، فلا تشترط الراحلة، وكذلك الزاد ليس من شرطه إذا كان يمكنه الاكتساب في القافلة ولو بالسؤال، هذا في المباشرة، فالراحلة عين هذا الجسم، لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنسانية المنفوخة فيه، فيما يصدر منه بواسطة هذا الجسم من أعمال صلاة وصدقة وحج وإماطة أذى وتلفظ بذكر، كل ذلك أعمال موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، والسعادة الأبدية والجسم هو المباشر لها والروح بواسطته فلا بد من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه الصورة. وأما الزاد فمن أخذه من الزيادة وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذي الذي تكون عنه القوة التي بها تحصل هذه الأفعال ف فيأتي شيء أو فبأي شيء حصلت تلك القوة سئل بذاتها سواء بذاتها أو بهذا الزائد المسمى زادا لأن الله زاده عند وجود هذا الزاد. أي لأن الله زاده في الحجاب ولهذا تعلقت به النفس في تحصيل القوة وسكنت عند وجوده يعني عند وجود الغذاء أو الزاد واطمأنت وانحجبت عن الله به وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما حصل لها من السكون. إذ كانت الحركة متعبة ظاهرًا وباطنًا، وإذا أو وإذا فقد الزاد وتشوش باطنه واضطرب طبعًا ونفسًا، وتقلق عند فقد هذا السبب المسمى زادًا، وزال عنه ذلك السكون والطمأنينة. فكل ما يؤديه الى السكون فهو زاد وهو حجاب اثبته الحق بالفعل وقرره الشرع بالحكم فتقوى اساسه فلهذا كان اثر الاسباب اقوى من التجرد عنها لان التجرد عنها خلاف الحكمه والاعتماد عليها خلاف العلم فينبغي للانسان ان يكون مثبتا لها فاعلا بها غير معتمد عليها فينبغي للانسان ان يكون مثبتا للاسباب فاعلا بها ولكن غير معتمد عليها وذلك هو القوي من الرجال ولا يكون له مقام هذه القوه من الاعتماد ان تؤثر به الاسباب الا بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن الاسباب المعتاده وطرحها من ظاهره والاشتغال بها فاذا حصلت له القوه الاولى حينئذ ينتقل الى القوه الاخرى التي لا يؤثر فيها عمل الاسباب واما قبل ذلك فغير مسلم للعبد القول به وهذا هو علم الذوق وحاله والعالم الذي يجد الاضطراب وعدم السكون فليس ذلك العلم هو المطلوب والمتكلم عليه فانه غير معتبر بل اذا امعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم ولا اعتقاد فلهذا لا اثر له ولا حكم في هذه القوه المطلوبه التي حصلت عن علم الذوق والحال وهذا هو علم مرض النفس واما وجود الاحساس بالالام الحسيه من جوع وتعب فذلك لا يقدح فإنه أمر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه تعمل وليس بألم نفسي لأنه يتعلق بالجسم وأما الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة ف منهم من قال بلزوم النيابه ومنهم من قال لا يلزم مع العجز عن المباشره وقد ثبت شرعا عندنا الامر بالحج عمن لا يستطيع لوليه او بالاجاره عليه من ماله ان كان ذا مال وسياتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى فاعلم أن النيابة في الحج صحيحة، فإن الله قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده، فنابى منابه في ذلك القول، وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله، فنابى الرسول صلى الله عليه وسلم مناب الحق. لو باشر الكلام منه بلا واسطه. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. والمتكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة يقول العبد: سمع الله لمن حمده. فهذا كلام الله. والعبد نائب عن الله فيه وقال في النيابه ايضا اني جاعل في الارض خليفه وقال ايضا في النيابه انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والاستخلاف نيابه فان المال لله والتصرف لك بحكم النيابه فيه فهذا كله نيابة العبد عن الله في الأمور، وأما نيابة الحق عن العبد، فقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما نيابة الحق عن العبد، فقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن المقصودون معه بالخطاب، فقال له فاتخذه وكيلا وايضا قوله سبحانه وتعالى الا تتخذوا من دوني وكيلا والوكاله نيابه عن الموكل فيما وكله فيه ان يقوم مقامه فاثبت لك الشيء وسالك ان تستنيبه فيه بحكم الوكاله فمن كل وجه النيابه مشروعه وهل تصح من جهه الحقيقه ام لا فمنا يعني من العارفين من يقول انها تصح من جهه الحقيقه فان الاموال ما وجدت الا لنا إذ لا حاجة لله إليها فهي لنا حقيقة ثم وكلنا الحق سبحانه ووكلنا الحق سبحانه أن يتصرف لنا فيها يعني الحق وكلنا بها ونحن وكلناه أن يتصرف لنا فيها لعلمنا بأنه أعلم بالمصلحة منا فتصرف على وجه الحكمة التي تقتضي أن يعود على الموكل منها منفعة. و أن تعود منفعة فأبلغت أو أبلغت ما له هذا الوكيل الحق بغرق أو حرق أو خسف أو ما شاء تجارة له ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكبر مما قيل أنه في ظاهر الأمر اتلاف، يعني وإن كان اتلاف في الظاهر لكن قد يكون له جزاء كبير في الآخرة، بل هي تجارة لكن ربحها عظيم، وهذا علم يعرفه الوكيل لا الموكل، وقد يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها، ومنا من وكل الله فاستخلفه الوكيل في التصرف على حد ما يرسمه الوكيل لعلم الوكيل بالمصلحة، فصار الموكل وكيلًا عن وكيله، وهو الذي لا يتعدى الأمر المشروع في تصرفه، فهو وإن كان المال له، فالتصرف فيه بحكم وكيله، وهذا نظر غريب، يعني مع أن الله وكلنا ابتداءً أو استخلفنا ابتداءً، فنحن نوكله بما ملكنا ثم نتصرف فيه بتوكيله لنا. فالتصرف فيه بحكم وكيله يعني نتصرف في المال بحكم اننا موكلين باستخلافه لنا سبحانه وتعالى. ومنا من قال لا يصح من جهه الحقيقه فان الله ما خلق الاشياء والاموال او الاموال هي من ضمن الاشياء ما خلقها الا له تعالى لتسبحه وانتفعنا نحن بحكم التبعيه ولهذا قال وان من شيء الا يسبح بحمده فاذا خلق الاشياء لتسبحه فهي له لا لنا فما لنا شيء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه في الاشياء فحد لنا حدودا فيها نتصرف فيها ان زدنا عليها او نقصنا منها فذلك يؤدي الى العقاب فلو كانت الاموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا وما وقع الامر هكذا بل حجر علينا التصرف فيها الا بوجود او الا بوجوه مخصوصه مقيده من ربي المال الذي هو الموكل وعلى كل وجه فالنيابه حاصله اما منه تعالى واما منا وقد ثبت بالاجماع في اي طرف كان وصل في صفة النائب في الحج، فاختلف علماء الرسوم يعني الفقهاء سواء كان المحجوج عنه حيا أو ميتا، وهل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا؟ فهذا خلاف بين العلماء. فمن قائل إن انه ليس من شرطه ان يكون النائب قد حج عن نفسه اولا وان كان قد حج عن نفسه فهو افضل ومن قائل ان, أن من شرطه ان يكون قد قضى فريضته وبه اقول يعني راي الشيخ محي الدين ان من يريد ان ينوب عن احد بالحج ينبغي أن يكون هو قد حج عن نفسه وقضى فريضة الحج أولا، واعلم أنه من رأى أن الإيثار يصح في هذا الطريق قال: لا يشترط فيه أن يكون قد حج عن نفسه، يعني الذي قال أنه لا يشترط رآها من جهة أن ذلك إيثار لأنه الأولى في كل الأحوال أن يكون قد حج عن نفسه، وذلك مثال الفتوة، وهي نفع الغير، والسعي في حقهم قبل سعيه في حق نفسه، فله ذلك، ومن رأى أن حق النفس أوجب وعاملها معاملة الاجنبي وانها الجار الاحق فهو بمنزله من قال لا يحج عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه وهو الاولى في الاتباع وهو المرجوع اليه لان الحقيقه آه لان الحقيقه و لانه الحقيقه وذلك انه سعي او سعى اولا في حق نفسه فهو الاولى بلا خلاف وان سعى في حق غيره فان سعيه فيه انما هو في حق نفسه فانه الذي يجني ثمره ذلك بالثناء عليه والثواب فيه فلنفسه سعى في الحالتين ولكن يسمى بالغير فتى ومؤثرا لتركه فيما يظهر حق نفسه لحق غيره الواجب على ذلك الغير لا عليه فإنه في هذا أدى ما لا يجب عليه وجزاء الواجب وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبوديه في الواجب وفي الاجر رفعه وامتنان حالي عن المتفتى عليه فهو قائم في حق الغير بصفه الهيه لان لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب فذلك تقيده صفة عبوديته المحضة الغير بصفة إلهية لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيده صفة عبودية محضة وهو المطلوب الصحيح من العباد والذي يضيفه الفعل إلى المذموم والمكروه في الطبع والعادة العرفية إلى إيثار آه إلى إيثاره منه لجناب ربه حتى لا ينسب إليه ما يجري عليه لسان ذم كالذنب ولسان كراهة الطبع كالمرض و سائر العيوب غيرة منه على ذلك الجناب الإلهي فذلك فداء له بنفسه وكذلك وكذلك فعله في عرض أخيه بعرضه يعني لأوه أو فعله يعني فداؤه و كذلك في ضرر او فيه ضرر كبير كما يفعل المؤمن مع المؤمن وفي ضرر العيوب وفي ضرر كبير من نبي او رسول بنفسه فكان اعلى ممن لم يفعل ذلك واثر نفسه وهذا كله يرجع الى قدر من اثرته على نفسك فمن راعى الايثار والفتوه عمم ومن راعى من اثرته قسم الامر الى ما ذكرناه فهو بحسب ما يقام فيه ويخطر له هذا كله ما لم تقع فيه اجاره فان وقعت النيابه باجاره فلها حكم اخر يعني كل ما سبق الحديث هنا فيه هو عن من ينوب عن غيره لا عن طريق الإجارة وإنما عن طريق الإيثار، كأن ينوب الابن عن أبيه أو الأخ عن أخيه عن طريق الإيثار وليس عن طريق الإجارة، وأما الإجارة فلها حكم آخر سيأتي ذكره. فصل في الرجل يؤاجر نفسه في الحج، يعني يحج عن غيره بالنيابة ويأخذ أجرًا على ذلك، فكرهه قوم مع الجواز، ومنعه قوم، فالعمل يقتضي الأجرة لذاته، وهو العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه. وما بقي يعني السؤال الا ممن تؤخذ الاجره فالعمل بشكل عام يقتضي الاجره ولكن ممن تؤخذ الاجره فمنا من قال لا ياخذه الاجر لا ياخذه الا من الله تعالى لانه هو المستخدم لنا في ذلك العمل والاجره عليه فما من نبي ولا رسول الا قد قال اذ قيل له قل فامر فقال ما اسالكم عليه من اجر يعني في التبليغ ان اجري الا على الله فما خرجوا عن الاجره والتبليغ عن الله من افضل القرب الى الله يعني كان قربه من الله هو الاجر فهذا افضل اجر. وان الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدا. يعني العبد في العاده لا يعطى اجرا. فالله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدا واعطاه اجرا. فتعينت عليه الاجره عوضا مما اعطاه من نفسه. فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي هو له وتخييره يعني ترك ما هو مخير ونفذ الامر في التبليغ فلذلك اعطاه اجرا ومن العلماء من راى ان العوض انما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك، في ذلك التبليغ، فطلب الأجرة من المتعلم أو طلب الأجرة من المتعلم لأن المنفعة هو حصلها، فالعوض يطلب منه، فموضع الإجماع هو ثبوت الإجارة، لأن المانع ما يمنعها من جانب الحق. وانما يمنعها من جانب الخلق وذلك غيره ان يعبد الله لامر ما لا لعينه لما في ذلك من عدم تعظيم الجناب الالهي وهذا الحال ان يعبد الله لامر ما لا لعينه فهذا الحال موجود كثير في الشريعة مثل النهي أن يصام يوم الجمعة لعين الجمعة أن يفردها بالصوم وكأنه يعظم الجمعة فيفردها بالصوم فكذلك قيام ليلتها وكذلك من يستحسن فعل عبادة لموضع ما يستحسنه يعني يستحسن العبادة لأنه استحسن الموضع، فهذا لا يرغب فيه لأن ليس فيه تعظيم للجناب الإلهي، والتعظيم هو أن يعبد الله لذاته لا للحال الذي يناسب هذه العبادة والله أعلم، فليس هذا من شأن القوم العارفين. فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقا وخسرانه، يعني من يعبد الله في حال معين لأنه يعظم هذا الحال، بدلا من أن يكون عبادته تعظيما لله سبحانه وتعالى، ويذكر هنا قصة عن ذلك فيقول: مر رجل من القوم مع جماعة ممن سخر لهم الهواء وهم يسيرون فيه يعني يطيرون في الهواء فالتفت واحد منهم في سيره فنظر الى الارض فاذا هم قد جازوا مرجا اخضر فيه عين خواره فاستحسن ذلك طبعا فخطر له انه لو ركع فيها ركعتين في هذا المكان الجميل فسقط من بين الجماعه وما رجع بعد ذلك الى تلك الحاله لانه ما طلب العباده لما يستحقه الحق من ذلك وانما كان الباعث لطلبه الطبع لذلك المكان لاستحسانه طبعا فعوقب فمن راى هذا قال لا اجره الا من الله اذ العمل بذاته يطلب الاجر ولا بد ولكن السؤال هو ممن يكون فالحقيقه ان الاجر لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى والله الموفق لا رب غيره فصل في حج العبد فمن قائل بوجوبه عليه ومن قائل لا يجب عليه الحج حتى يعتق، وبالأول أقول: وإن منعه سيده مع القدرة على تركه لذلك، لذلك كان السيد عندنا من الذين يصدون عن سبيل الله. كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام المحنة، إذا سمع النداء بالجمعة توضأ وخرج إلى باب السجن، فإذا منعه السجان ورده قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب عليه، وهكذا العبد فإنه من جملة الناس المذكورين في الآية، اعلم أنه من استرقه الكون فلا يخلو اما ان يكون استرقه بحكم مشروع كالسعي في حق الغير والسعي في شكر من انعم عليه من المخلوقين نعمه استرقه بها فهذا عبد لا يجب عليه الحق فانه في اداء واجب حق مشروع يطلبه به في ذلك الزمان وهو عند الله معبد لغير الله عن امر الله لاداء حق الله وان كان استرقه غرض نفسي واما ان كان استرقه غرض نفسي وهوى كياني فليس للحق المشروع فيه رائحه بل وجب عليه اجابه الحق فيما دعاه اليه من الحج اليه في ذلك الفعل فاذا نظر الى وجه الحق في ذلك الغرض كان ذلك عتقه فوجب الحج عليه وان غاب عنه ذلك لغفله او لغفلته لم يجب عليه وكان عاصيا لمعرفته بان الله خاطبه بالحج مطلقًا، وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنه مظهر والمخاطب بالحج الظاهر فيه وليس عينه، فعندئذ لم يوجب الحج عليه، وهذا هو العبد المخلص لله، أو المخلص لله، وهذه عبودة لا عتق فيها. الا ترى ان الشارع يعني المشرع قد قال في الصبي يحج كما ورد في بدايه هذا المقطع والعبد يحج قبل ان يعتق ثم يموت قبل العتق ويموت الصبي قبل البلوغ يعني اذا مات قبل ذلك فان ذلك الحج يكتب عن فريضته فيسقط عنه الفرض ويقبل فرضا وذلك لأنه خرج بالموت عن رق الغير فعتق بالموت وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجب إن كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك والله أعلم. فصل في هذه العبادة التي هي الحج، هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة مع تحقق الاستطاعة؟ فمن قائل على الفور، ومن قائل على التراخي، وبالفور أقول عند الاستطاعة، فالأسماء الإلهية على قسمين في الحكم في العالم. من الاسماء من يتمادى حكمه ما شاء الله ويطول، فإذا نسبته من أوله إلى آخره قلت بالتوسع والتراخي. وذلك كالواجب الموسع بالزمان، فكل واجب توقعه في الزمان الموسع فهو زمانه سواء أوقعته في أول الزمان أو في آخره، أو فيما بينهما، فإن الكل زمانه، وأنت أديت واجبا، فاستصحاب حكم الإسم الإلهي على المحكوم عليه موسع كالعلم في استصحابه للمعلومات، وكالمشيئة. وهكذا المكلف ان شاء فعل في اول وان شاء فعل في اخر ولا يقال هنا وان شاء لم يفعل لان حقيقه فعل اثر وحقيقه لم يفعل استصحاب الاصل فلا اثر فلم يكن للمشيئه هنا حكم عياني يعني الفعل هو أثر وعدم الفعل هو ترك فلا أثر ومن الأسماء من لا يتمادى حكمه كالموجد فهو بمنزلة من هو على الفور فإذا وقع لم يبق له حكم فيه فإنه تعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون على الفور من غير تراخ فان الموجد ناظر الى تعلق الاراده بالكون فاذا راى حكمها قد تعلق بالتعيين اوجد على الفور مثل الاستطاعه اذا حصلت فعندئذ يتعين الحج يعني في هذا الحال يتعين على الفور فصل في وجوب الحج على المرأة هل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو رحم محرم أم لا؟ فقيل ليس من شرط الوجوب ذلك، وقيل هو من شرطه وجود المحرم ومطاوعته، يعني يجب أن يكون معها محرم وأن تطيعه في السفر خلال الحج وقيل ليس من شرطه. النفس تريد الحج إلى الله وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود فهل يدخل المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد والمرشد أحد شخصين اما عقل وافر وهو بمنزله الزوج للمراه واما علم بالشرع وهو ذو المحرم فالجواب لا يخلو هذا الطالب ان يكون مرادا مجذوبا اولا او لا يكون فان كان مجذوبا فالعنايه الالهيه تصحبه فلا يحتاج الى مرشد من جنسه وهو نادر وان لم يكن مجذوبا فانه لا بد من الدخول على يد موفق او على يد مرشد اما عقل او شرع فان كان طالبا طالبا المعرفه الاولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعي وان طلب المعرفه الثانيه فلا بد من الشرع ياخذ بيده في ذلك فبالمعرفه الاولى ثبت الشرع عنده وبالمعرفه الثانيه يثبت الحق عنده وي... ويزيل عنه من احكام المعرفه الاولى العقليه اكثرها والعقل مع الشرع في هذه المسألة كملك ولي في أو ولي في ملكه نائبا ولا نائبا في ملكه وأيده وقواه واحتجب الملك عن رعاياه وتحكم النائب فيهم واستفحل فلما قوي واستحكم وانصبت إليه قلوب الرعايا وأحبته وملكها بإحسانه تقوى على الملك وعزله وخلعه عن غير علم من الرعايا فقال له الملك إذ وخلعتني فلا تظهر أو تظهر للرعية أنك خلعتني فتنسب إلي فتنسب إلي قلة المروة حيث وليتك على علم منهم فجازيتني بالإساءة فربما يتطرق إليك الذم فلا تفعل فإني قد عهدت إلى الرعية عندما وليتك واستنبتك أن يسمعوا لك ويطيعوا وجعلت لك النظر فيهم فيما تراه وقلت لهم أن جميع ما يراه هذا النائب فاعلموا أو فاعمل به سواء خالف نظري ورأيي ووافقه سواء خالفه أو وافقه فإنه قد علمت أنه آه علمت أنه ما يأمركم إلا بما فيه صلاحكم فقد مشيت لك مرادك في العالم فإنك تحتاج إلي في أوقات فإنهم لولا أني آمرهم من حيث لا تشعر ما أطاعوك وردوا أمرك فليس لك مصلحة في إظهار خلعي وعزلي فإنهم إن صح عندهم عزلي لم يقبلوا منك وعزلوك ولم يسمعوا لك ولم يطيعوا فهذا مثل العقل الذي أعطي المعرفة الأولى و الملك والشرع او الملك والشرع مثله مثل النائب وما خاطب الشارع الا ليسمع او الا ليسمع ولا يسمع منه الا ولا يسمع منه الا ذو عقل فبالعقل الذي والله به يسمع المكلف خطابه لانه إذا زال العقل سقط التكليف ولم يبقى للشرع عليه سلطان ولا حجة فأولو الألباب والنهى هم المخاطبون وهذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه عليهم فافهم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الفهم فهذه المعرفه الثانيه بالله الذي اعطاها النائب في العامه والملك الذي هو العقل لا يعرفها ولكن امر بقبولها وذلك حتى لا ينسب الى التقصير ولا يتحدث عنه انه عزل ولذلك تاول من العقلاء ومن تاول ما جاءت به الشريعه مما يخالف نظر العقل وسلمه اخرون فلم يقولوا فيه بشيء فانهم قالوا قد تقرر عندنا من الملك الذي هو العقل لما ولاه ان نسمع له لما ولى الشرع ان نسمع له ونطيع على كل حال فلا يسعه راي العقل في توليه الشرع واستنابته وهكذا وقعت صوره الحال لمن نظر واستبصر فهذا هو اعتبار المراه في السفر الى الحج وما فيه من الخلاف الذي تقدم في وجوب المحرم وسقوطه يعني هذا المثال الجميل الذي ضربه الشيخ محي الدين وهو ان العقل في البدايه علم صحه الشرع فسلم له وانابه فقد ياتي الشرع بما يخالف العقل فاما يؤخذ هذا بالتاويل او يؤخذ بالتسليم والله اعلى واعلم فصل في وجوب العمرة، فمن قائل بوجوبها ومن قائل أنها سنة، ومن قائل أنها تطوع. العمرة كما قال الشيخ محي الدين في بداية هذا الباب هي الزيارة، فهي زيارة الحق بعد معرفته بالأمور المشروعة، فإذا أراد أن يناجيه فلا يتمكن له ذلك إلا بأن يزوره في بيته، وهو يعني بيته هو كل موضع تصح فيه الصلاة، فيميل إليه بالصلاة فيناجيه؛ لأن الزمان الميل ومنه الزور. وزار الزياره هي الميل ومنه الزور وزار فلان القوم اذا مال اليهم وكذلك اذا اراد ان يزوره بخلعته تلبس بالصوم لان الصوم لله وتحمل او تجمل به ليدخل به عليه واذا اراد ان يزوره بعبوديته تلبس بالحج فالحج هو العبوديه فالزياره لا بد منها فالعمره واجبه في اداء الفرائض سنه في الرغائب تطوع في النوافل غير المنطوق بها في الشرع فاي جانب حكم عليك مما ذكرناه حكمت على العمره به من وجوب او سنه أو تطوع فافهم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم والله الموفق لا رب غيره إذا كانت هذه قراءة في كتاب الفتوحات المكية لسيد الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي وكنا نقرا في الباب الثاني والسبعين في الحج واسراره وقرانا عن وجوب الحج وشروطه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته